تروحوا تعملوا ليزر في اي كلينك من غير ما تسمعوا الخطوات والنصايح دي. اول حاجه قبل ما تروحي اي كلينك لازم تختاريها كويس جدا، تكون كلينك موثوق منها وسمع عنها ريفيوز كويسه. وانا النهارده روحت فيرست تشويس كلينك واخترتها بسبب راي صحابي وشفت كمان ريفيوز كويسه عنها. الكلينك موجوده في كايرو ميديكال سنتر في التجمع الخامس، هتطلعوا بالاسانسير للدور الثالث وهي كلينك رقم 325. حاجه مهمه كمان لازم تتاكدوا بنفسكم من نظافه الكلينك وتعقيم الدكتور لكل حاجه. عجبني جدا هناك انهم بيستخدموا جهاز كانديلا جنتل ليز الامريكي اللي بنظام تبريد عالي جدا، ما حسيتش باي الم، وحتى كمان الدكتور قالت لي مش محتاجه ان احط اي بنج. عرفت كمان انهم عاملين عروض كتير جدا على كل اريا في الجسم، ده غير كمان عروض الفول بادي وعروض مخصوص للعرايس. واخر حاجه لازم تتاكدوا ان مش علشان حاجزين اوفر معين فتتكروتوا في ستيشن، لازم تشوفوا بنفسكم ان الدكتور دقيقه جدا ومش سايبه اي جزء في الاريا اللي بتعملها، وده اللي انا لقيته في فيرست تشويس كلينك مع دكتور فاطمه. وطبعا لازم تلتزموا بالكريمات اللي الدكتور هتكتبها. عملت كمان معاها سيشن لتنظيف البشره، اكلمكم عنها الفيديو الجاي.